بن عاشت تصدعات كبيرة، حتى مدرب الشاب يوسف فرتوت اللي أنقذ الفريق بأعجوبة تدور فرصة 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 ضربة جزاء، أظن ضربة جزاء بالفعل، ضربة جزاء، ضربة جزاء تأتي في الدقة السابعة، وغادي يكون هناك إنذار، غادي يكون هناك إنذار وحركة حمراء. ضربة دفعة واحدة والتحية للقرش النسفيوي والمدرب التونسي لطفي رحيم قريب مني مذهول مشتوه وكأني به لا يصدق ماذا وقع. إعادة أمامكم، هنا التدخل، هنا التدخل، عم يدفع من الخلف واضحة، عم التدخل من الخلف واضحة في حق عميد الفريق عبد العالي العبوبي، واحد من قيد إدريسي يعطى الإضافة المطلوبة فيما اللاعب عبد العالي العبوبي الذي توصل الإمدادات الطبية. هناك رضا الزهراوي رأسا لرأس أمام الحارس حمزة حمودي، ماذا سيقع؟ نترقب كما تترقبون، الكرة توضعت في 11 متر، ينطلق رضا زهراوي، رضا زهراوي، رضا زهراوي، الحكم يأمر بإعادة تنفيذ ضربة جزاء، الحكم يأمر بإعادة تنفيذ ضربة جزاء، ربما بتأكيد أحد اللاعبين دخل المعترك ديال العمليات، ربما أحد اللاعبين بالتأكيد سنشاهد ذلك بالفعل، اقتحام أكثر من لاعب، قرار صائب لحكم المقابلة، قرار صائب لحكم المقابلة، لأن يعني يلزم قبل ما ينفذ ما يلمس اللاعب المنفذ الكرة ما يلزمش يدخل أي لاعب، يأمر بإعادة التنفيذ، ريح طفيفة تلعب لمصلحة شباب أطلس خنيفرة، إنما نفس اللاعب رضا زهراوي، رضا زهراوي يضع الكرة أمامه وجه لوجه أمام الحارس، رضا ينطلق، رضا ينطلق، رضا ينطلق، أوه حمزة حمودي تألق في الفرصة الأولى، إنما نفس اللاعب يتابع الكرة العائدة بعد السط الناجح للحارس حمزة حمودي، وفرحة كبيرة هنا لأنصار فريق شباب أطلس خنيفرة، افتتحوا مبكرا حصة التهديف. كيف سيكون رد فعل الفريق النسفيوي؟ النسفيويون تصدع بيتهم كثيرا كما قلت منذ الموسم الماضي، يعني بأعجوبة أبقوا وبقوا في يعني تمكنوا من المحافظة على مكانتهم ضمن الكبار بعد فوزين عسيرين أمام الرجاء في الدور الأخير، إنما كما قلت منذ أن غادر سكيتيوي فريق الأولمبيك أسفي تم تعشيعين، بالرغم أن هذا فريق محتضن من طرف مؤسسة اقتصادية وطنية كبيرة.